بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم في هذه الورقة موضوع هام في مجال التعليم وعلم النفس، هو علم النفس الإيجابي في نظام التعليم. علم النفس الإيجابي حركة حديثة تهدف إلى الكشف عن القوى الإنسانية وتنميتها واستثمارها بما يحقق طيب الحياة والازدهار والأداء الوظيفي الأمثل للأفراد والجماعات والمجتمعات. يهتم علم النفس الإيجابي بالموضوعات الإيجابية والقوى الإنسانية، الصمود، الامتنان، الأمل، الصفح، التسامح، التفاوض، وكلها موضوعات تصب في طيب الحياة والازدهار والأداء الوظيفي الأمثل. تناول في هذه الورقة ثلاث محاور. المحور الأول المنطلقات النظرية لعلم النفس الإيجابي. المحور الثاني رؤية علم النفس الإيجابي للنظام التعليمي. المحور الثالث تطبيقات علم النفس الإيجابي في النظام التعليمي. كما ذكرنا، المحور الأول المنطلقات النظرية لعلم النفس الإيجابي. يسعى علم النفس الإيجابي للكشف عن القوى الإنسانية بما يحقق الازدهار وطيب الحياة والأداء الوظيفي الأمثل، ويهتم بالموضوعات إيجابية كالصمود، الإبداع، الامتنان، التسامح، التفاوض، التراحم. لماذا علم النفس الإيجابي ولماذا الاهتمام بالسعادة وطيب الحياة والأداء الوظيفي الأمثل؟ تبين وجود عراقات ارتباطية وعلاقات سببية موجبة بين طيب الحياة والازدهار والسعادة والأداء الوظيفي الأمثل، وكل من توالد الخلايا العصبية في المخ، أي نشاط المخ وثراء وظائفه، وبين الإنجاز الأكاديمي، أي أن الأكثر سعادة، الأكثر استمتاعا بطيب الحياة، أكثر إنجازا في المجال الأكاديمي أيضا. وحين يواجه مواقف الحياة يكون لديه رصيد أكبر وأعمق، أكثر اتساعاً لمواجهة تحديات الحياة بنجاح ورضا وسعادة. هل يعني هذا أن علم النفس الإيجابي يغفل أو يلغي سلبيات الحياة، المحن؟ قطعاً لا، ولكن في إطار علم النفس الإيجابي قدمت فريدريكسون، وهي من أحد أعلام علم النفس الإيجابي، نظريتها في التوسيع والبناء. ماذا نعني بالتوسيع والبناء؟ نعني أن المشاعر الإيجابية يرتبط بها ويتولد عنها أفكار ومدركات وعلاقات وانفعالات إيجابية تسمح لنا بتحقيق مزيد من النجاح في تفاعلنا مع الواقع المعاش. هذه الخبرات الإيجابية توسع من قاعدة البيانات وقاعدة المصادر الداخلية للإنسان، للفرد، وتبني على ما سبقها بحيث يزداد ويثري الرصيد أو الموارد الداخلية للفرد
وحين يواجه مواقف الحياة يكون لديه رصيد أكبر وأعمق، أكثر اتساعاً لمواجهة تحديات الحياة بنجاح ورضا وسعادة. هل يعني هذا أن علم النفس الإيجابي يغفل أو يلغي سلبيات الحياة المحن؟ قطعا لا، ولكن في إطار علم النفس الإيجابي تدرك المحن تحديات، ويدرك الفشل كفرص للنجاح، ويكون الفرد أكثر قدرة على مواجهة هذه التحديات، لأن الواقع لا يخلو من الإيجابيات والسلبيات، وإنما حين يكون الرصيد إيجابيا فإن المواجهة تكون أكثر نجاحا وأكثر ثراء، وتحقق مزيدا من النمو للفرد والمجتمع الذي يعيش فيه. يهتم علم النفس الإيجابي بموضوعات عديدة، منها أنه يميز بين الخلو من الأعراض واكتمال الصحة النفسية. نحن نرى أن الخلو من الأعراض يعني اكتمال الصحة النفسية، وهذا غير صحيح. فاكتمال الصحة النفسية يعني بالضرورة وجود علامات ومظاهر ومواصفات الازدهار وطيب الحياة والأداء الوظيفي الأمثل. هذه الأهداف لا تتحقق لدى الجميع لا بنفس الدرجة ولا بنفس التلقائية، وإنما هي تتعلم تكتسب. ولذلك يسعى علم النفس الإيجابي لاكتشاف هذه القوى وتنميتها واستزراعها في الأفراد وفي المجتمعات. من المواضيع الهامة أو المجالات الهامة التي يتبناها علم النفس الإيجابي الفضائل. أجريت دراسات عديدة في الفضائل، وخلص منها إلى وجود 6 فضائل في كل زمان ومكان. لماذا يهتم علم النفس الإيجابي بالفضائل؟ لأنها ترتبط بطيب الحياة والسعادة والأداء الوظيفي الأمثل. الفضائل 6 هي: الحكمة والمعرفة، العدالة، الاعتدال، الشجاعة، الإنسانية، التسامي. يندرج تحت هذه الفضائل 24 قيمة إيجابية تقدر لذاتها وتوظف من أجل تحقيق هذه الأهداف الإيجابية، ويسعى علم النفس الإيجابي إلى استثمارها لدى البشر. من المفاهيم الكبرى في علم النفس الإيجابي الأداء الوظيفي الأمثل، وهو مصطلح معار من العلوم الطبية، ويعني في العلوم الطبية أن الجهاز أو العضو يقوم بوظائفه على الوجه الأكمل، وهو نفس المعنى الذي يوظفه علم النفس الإيجابي في الأداء الوظيفي الأمثل، حين يقوم الفرد بأدائه باستخدامه وتوظيفه إمكاناته إلى حدها الأقصى. هنا نميز بين الأداء المتوسط ودون المتوسط والأداء المكتمل الذي يحقق الازدهار، والذي يسعى علم النفس الإيجابي إلى تحقيقه. يميز علم النفس الإيجابي في دراسته لطيب الحياة والسعادة بين طيب الحياة الذاتية، المشاعر الإيجابية
البهجة، السرور، الاستمتاع، وتراجع المشاعر السلبية. هذا هو الشق الجداني من طيب الحياة الذاتية، إلى جانب الرضا عن الحياة، وهو الشق أو الجانب العقلي من الرضا عن الحياة. هذا أحد جوانب أو أحد مظاهر طيب الحياة أو السعادة، وهو طيب الحياة الذاتية أو السعادة الذاتية. أما طيب الحياة النفسية فتتكون من 6 متغيرات كبرى. أولها تقبل الذات، تنمية الذات، التحكم في البيئة، المعنى من الحياة، الإنجاز، العلاقات الإيجابية. من جماع السعادة الذاتية وطيب الحياة الذاتية وطيب الحياة النفسية يتحقق للفرد وللمجتمع الازدهار وطيب الحياة والأداء الوظيفي الأفضل. هذه النبذة عن علم النفس الإيجابي تمهد لنا الانتقال للمحور الثاني الخاص برؤية علم النفس الإيجابي لنظام التعليم. تتمثل الإشكالية الأساسية في نظام التعليم في الفجوة بين الدراسات الأكاديمية والبحوث الرصينة الميدانية والتجريبية وبين الممارسة الفعلية. نجمل منها بعض الإشكاليات التالية. الأول، الأساس النظري يؤكد على التنمية المتكاملة للشخصية معرفياً وجدانياً اجتماعياً. معرفياً أي الاهتمام بعمليات التفكير، الاهتمام بعمليات التفاعل الاجتماعي، الاهتمام بالعمليات. الممارسة الفعلية تقصر الاهتمام على جمع المعلومات وليس التنمية المتكاملة. الأساس النظري يؤكد على قابلية المخ للتعديل الذاتي، وعليه يكون الهدف من التقييم أو القياس هو التشخيص وليس التصنيف، بهدف تشخيص جوانب القوة والضعف وتقوية جوانب الضعف واستثمار جوانب القوة. الممارسة الفعلية تركز على القياس من أجل التصنيف إلى ناجح وراسب. الأساس النظري يؤكد على الدافعية الداخلية للمتعلم، شعوره بالأمان، شعوره بالحماس، شعوره بالرغبة في التعلم. الواقع يؤكد على الخوف من الفشل قبل الأمل في النجاح، ولا يقدم أي فرص لتنمية الدافعية الداخلية، بل يؤكد على الدافعية الخارجية المتمثلة في النجاح والحصول على المجاميع الكبرى وإلى آخره، دون أن يكون ذلك مؤشرا على دافعية داخلية أو ذاتية. ننتقل إلى المحور الثالث، تطبيقات علم النفس الإيجابي في النظام التعليمي. السؤال هنا، كيف يوظف علم النفس الإيجابي هذه الرؤية في نظام التعليم؟ كيف يتحول الاهتمام في النظام التعليمي من التركيز على الجانب الأكاديمي إلى التركيز على المتعلم كوحدة معرفية وجدانية اجتماعية متكاملة؟ التركيز من التركيز على النجاح المدرسي إلى التركيز على النجاح في الحياة، من التركيز على علاج جوانب القصور إلى التركيز على تفعيل جوانب القوة. في هذا الإطار قدم علم النفس الإيجابي مفهوم المدرسة الإيجابية أو النظام التعليمي الإيجابي،
الذي يهدف لتحقيق طيب الحياة للمعلم والمتعلم في المدرسة الإيجابية، وتعظيم عوامل الوقاية وتراجع عوامل الخطأ. وهنا نذكر ما هي عوامل الوقاية: هي كل وأي عامل يسهم في تحقيق طيب الحياة والنمو. أما عوامل الخطر فهي كل عامل يعوق أو يعوق النمو ويعوق تحقيق طيب الحياة. نتناول في هذا الصدد ثلاث نقاط: إعداد المعلمين أو التربويين في النظام التعليمي الإيجابي، التدفق في النظام التعليمي الإيجابي، الاندماج في نظام التعليم الإيجابي. في إعداد التربويين والمعلمين يكون التركيز على دمج مبادئ وبرامج ومصطلحات ومفاهيم وتجارب علم النفس الإيجابي الخاصة والموجهة لطيب الحياة والازدهار في إعداد التربويين، بما يحقق للتربويين وللتلاميذ أهداف طيب الحياة والسعادة والأداء الوظيفي الأمثل، ويصبح دمج المادة العلمية مع مبادئ علم النفس الإيجابي ومفاهيمه تلقائية يستقبلها المتعلم ويقدمها المعلم في سلاسة وتلقائية وإثراء. المفهوم الثاني: التدفق ونظام التعليم الإيجابي. أساس التدفق هو الاستغراق فيما يقوم به الفرد من مهام، استغراقا نابعا عن اهتمام، دافعية داخلية، إشباع، سعادة، رضا، إنجاز، مشاعر إيجابية. ولا يتحقق هذا بالتلقين، ولا يتحقق هذا بالثواب والعقاب، وإنما يتحقق بتنمية الدافعية الداخلية، وأن تكون المادة المقدمة مثيرة ومرتبطة بحياة التلاميذ كعمل المشاريع، كالأعمال الجماعية، كالأنشطة الممارسة اليدوية إلى آخره. أما الاندماج المدرسي فهو مصطلح حاسم في طيب الحياة المدرسة، في طيب الحياة، في تحقيق طيب الحياة. ونقصد بالاندماج المدرسي مفهوم مركب ذو مكونات ثلاث: المكون المعرفي، وهو مدى جهد المبذول من التلميذ في التعلم، مدى اهتمامه، مدى حرصه، الوقت الذي يصرفه، التزامه بالواجبات، التزامه بالتعلم، التزامه بالتساؤل. هذا هو الاندماج المعرفي. الاندماج الثاني هو السعادة والرضا والإشباع الذي يشعر به في علاقاته بمعلميه وبزملائه وبالإدارة وبالمدرسة في ذاتها. أما الاندماج السلوكي فهو اتباع القانون، الالتزام بالمعايير المعلنة الواضحة التي من حقه أن يناقشها، والبعد عن أي سلوكيات سلبية، والالتزام بالسلوك الإيجابي. خلاصة الاندماج ترتبط ارتباطا أساسيا ليس فقط بالنجاح المدرسي، وإنما أيضا بالنجاح في الحياة، وهو الهدف من النظام التعليمي بأشمله. يقدم علم النفس الإيجابي برامج وقائية وإسرائية منذ مرحلة ما قبل المدرسة
وحتى المرحلة الثانوية. تقدم هذه البرامج في 3 مستويات: مستوى أولي لجميع العاملين بالمدرسة، وهي للمفاهيم الكبرى في علم النفس الإيجابي، وتهدف إلى بناء القوى الإنسانية لدى المجتمع المدرسي. المستوى الثاني ويقدم لبعض الحالات المعرضة للخطر، حالات الطلاق، حالات الأمراض المزمنة عند الأطفال، حالات التعثر في الدراسة، هذه يقدم لها مستوى آخر من البرامج الوقائية توجه إلى هذه الفئات أو هذه المجموعات التي قد تتعرض للخطر. أما المستوى الثالث فهو المستوى المتخصص، ويوجه لأفراد بعينهم الذين يعانون فعلا من أعراض واضحة ومحددة، وتوجه لهم برامج وقائية وإثرائية وعلاجية موجهة. نذكر في هذا الصدد برنامجين لهم مصداقية وانتشار واسع في النظام التعليمي الدولي، وهو برنامج بنسلفانيا للصمود، وهو صادر عن جامعة بنسلفانيا وينمي الصمود لدى المراحل النمائية المختلفة لدى التلاميذ المدارس بشكل عام، ويلاقي نجاحا كبيرا ويلاقي اهتماما كبيرا وانتشارا كبيرا في كثير من نظم التعليم الدولية. البرنامج الثاني هو تفعيل القيم، وهو قائم على تعليم التلاميذ الفضائل 6 والقيم 24 الذي وصل لها علم النفس الإيجابي في دراساته، ويلقى هذا البرنامج ومشتقاته نجاحا كبيرا، ويقدم بدءا من المراحل ما قبل المدرسة ويظل إلى المراحل الثانوية. نأتي لنهاية هذا الحوار لنختتمه بأن الاستثمار في البشر هو أعلى استثمار، هو حق من حقوق الإنسان. هذا من المنطلق الأخلاقي الاجتماعي، وفي ذات الوقت إنه له عائد اقتصادي في حسابات المكسب والخسارة يفوق مجالات الاستثمار الأخرى. لقد أصبحت السعادة أحد مؤشرات تقييم الأمم، وأفردت الأمم المتحدة يوما خاصا بها، وأفردت بعض الدول وزارة خاصة بالسعادة، وأصبح مفهوم السعادة مفهوما في الاقتصاد، حيث ظهر مجال خاص باقتصاديات السعادة، وهو مجال يجمع بين علم النفس الإيجابي والاقتصاد. الخلاصة، جاءت ورقة العمل هذه بهدف محاولة الإجابة عن السؤال التالي: كيف يمكن لنظام التعليم أن يجمع بين السعادة والتربية بما يحقق الازدهار للأفراد والجماعات والمجتمع أجمع؟ شكراً.